التعاون ما بين يعني الدول العربية، هناك مسؤولية كبيرة تجاهها في التعاون فيما بينها. يعني مصر استطاعت بإرادة الشعب والقوات المسلحة في هذا اليوم من الخلاص، ولكن كما ذكرت بأنه يجب على الدول الوعي دائما والتعاون فيما بعضهم لمحاولة إبعاد هذا الخطر. اسمح لي أن نتابع معاليك هذا التقرير عن العلاقات المصرية الفلسطينية، ونعود لنكمل حلقتنا اليوم من بيت الكل. خليكم معنا. هي ثورة 30 من يونيو حزيران التي وصفها الرئيس أبو مازن بالمعجزة الحقيقية، والتي نجح خلالها الشعب المصري العظيم في تخليص بلاده من الظلمية، وقد شكلت علامة فارقة في تاريخ مصر عندما قاد الشعب بفطرته الوطنية معركة الخلاص من براثن الرجعية والإفك والظلام والهلاك والغياب. مصر السند والذخر القومي والعمق الاستراتيجي للأمة بكافة مكوناتها الدينية والعرقية ومشاربها الثقافية وكافة تشكيلاتها الآدمية، لطالما كانت في عين الاستهداف لغرض إزاحتها من دائرة الفعل والتأثير إلى دائرة العوز والفاقة والهوان ولا فعل. وبذلك يتمكن الطغاة المرتدون دينيا ووطنيا من مصادرة حرية وإرادة المصريين والسيطرة على مقدرات مصر ومواردها وجعل مستقبل أبنائها في مهب الضياع والخسران، وذلك امتثالاً لرغبات ونوازع تيارات مأفونة وأحزاب وجماعات ارتضت لنفسها الخسة والعار ومخالفة أوامر الله وشرعه الحنيف السمح، وقد تلحفوا بعباءة الدين زوراً وبهتاناً. هي مصر إذن التي تعافت من شرور أدعياء الدين روحاً وجسداً وتاريخاً وقيمة، لتواصل دورها الريادي الطلعي في رفعة شأنها منزلة وقدراً وتأثيراً، ولتذود عن حواضر العرب، وهذا دورها بلا وجل ولا منة. وبحجم وفاء مصر التاريخي لفلسطين، كانت وقفة القيادة الفلسطينية ممثلة بشخص الرئيس أبو مازن وقفة عز وأنفة، حيث واظب سيادته على أداء مهام عمل محددة وذات طبيعة مركبة، هدفها تخليص مصر من ظرفها الطارئ بما يحويه من مخاطر على أمنها الاستراتيجي من إرهاب الجماعات الضالة. وكان أن أثمرت هذه الجهود الخيرة بأن تجاوزت مصر محنتها. هو خريف ثقيل تلاه ربيع أينع انتصارا بفضل دم شهداء مصر الطاهر الزكي وبهمة جيشها الذي يعترق عقيدة لا انفصام فيها ولا تأويل. إنه جيش مصر الحاضر عندما تقتضي الحاجة. هذا الحضور هو من أرسى قواعد علاقة متينة مع الشعب، وتجلى ذلك عندما تكامل الجيش والشعب في ملحمة الخلاص، وكان النصر حتميا بفضل هذا التكامل، ولتعود مصر إلى مكانتها الطبيعية على رأس أمة العرب، واحة من العطاء والنماء والتطور. حمى الله مصر وشعبها ضمانة أكيدة لتحرير فلسطين وشعبها من براثن الاحتلال المقيت. عاشت مصر، عاشت فلسطين، وعاشت ذكرى 30 من يونيو حزيران. حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.